اهلا وسهلا بكم في القناه، اهلا بكم في قناه غسيل لطيفه ثيرموميكس. اهلا بكم مشاهدي الكرام، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بحول الله موعدنا مع شوربه او حساء الخضر، رائع سهل وبسيط وفي المتناول. غادي نديروه غير بالخضر. فإذا كنت اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم، هذه هي الوجبه باش تعملوا اشتراك وتنضموا الينا القناه، ولا كنتم من اوفياء القناه نجدد الترحاب بكم. اللي ترغب في وصفات من غير روبوت ثيرموميكس يدخل صندوق الوصف يشوف رابط قناه وصيت شاب لطيفه، ففيه العديد من الوصفات. الرابط غادي تلقاوه في صندوق الوصف وفي عنوان هاد الوصفه. ندوزو نكتشفوا المقادير وطريقه تحضير هاد الوصفه بالروبوت ثيرموميكس. لهاد الحساء او الشوربه محتاجنا بحول الله الكميه تاع خضره مشكله. هاد الخضره هنا جبتها من المجمد، بها البروكولي، القرعه الخضراء، الجزر او خيزو، والقرعه الحمراء. هاد اربعه تاع الخضار اللي تكونوا على سفر، وعوض ما نخليو الخضره تخسر لنا في الثلاجه العاديه، تنشدوها تنقيوها تنغسلوها تنقطعوها كطريفات ونجمدوها، وتتبقى لينا مده طويله نستعملوها بحال هكذا في الشوربات. هنا عندي واحد الكميه تاع البصله، هنا اللي قامه، شويه تاع الابزار او سكنجبير حسب الذوق، شويه الملحه وضمات البنه. اللي ما بغاش يستعمل ضمات البنه ما يستعملهاش. كميه تاع الماء اللي غادي نحتاجو، واحد شويه تاع زيت الزيتون. في الروبو غادي نديرو البصله، غادي نسدو وغادي نبرمج 3 ثواني سرعه 7. نجمعو الجناب، نديرو شويه تاع زيت الزيتون، نزيدو الملح والبزار، نسدو ونبرمجو جوج تاع دقايق حراره 100 سرعه 2. بعد ما شحرنا البصله، بعد ما شحرنا البصله نزيدو الخضره، نزيدو الضما تاع البن. تقريبا عندي 450 غرام تاع الخضره، نسدو ونطحنو 15 ثانيه سرعه 10. نجمعوا الجناب، نزيدوا كميه تاع الماء، كميه الماء تتبقى حسب كثافه الحساء اللي بغينا. انا درت قد الماء قد الخضره. نسدو غير بالباني، نبرمجو 30 دقيقه حراره 100 سرعه 2. البنات السوبه تاعتنا هي هذه، دابا غادي نطحنوها مزيان ونديرو الكوبلي ونطحنو 20 ثانيه سرعه 10. Thank you.
الجنان صبا هي ديال البنات ريحته غزاله انتما البنات الصوبه تاعتنا تجي على هذا الشكل غزاله وبنينه ولذيذه ولا اروع غنيه بالفيتامينات وبالخضر نتمنى طرق الذوق تاعكم وتجربوها ولا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليها بالبارطاج واللايك وضع تعليقات واللي ترغب في وصفات من غير روبوت ترموميكس يدخل صندوق الوصف يشوف رابط قناه غسيل الشفره لطيفه الرابط في صندوق الوصف وفي عنوان هذه الوصفه بالصحه والراحه والى الملتقى.